السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. في الجزء رقم 6 من الفصل الأول سنتعرف على ما هي الماتيريال ساينس، ما هو هذا الكورس، ما هي هذه المادة، ما هو هذا العلم، ثم سنعرف أيضا الماتيريالز انجينيرينج والاستراكشر كما سنتناول الآن. Material Science investigating relationships that exist between the structure and the properties of materials. أي أن علم المواد هو يفحص أو يدرس العلاقة الموجودة فعليا ما بين التركيب الإنشائي للمواد والخواص بها وخواص المواد عفوا. أما Materials Engineering أو Engineering Materials is on the base of this structure property correlations designing or engineering the structure of a material to produce a predetermined set of properties. بمعنى أن تصميم المواد في شكل منتج أي في شكل structure of a material يعتمد أساسا أو يكون في ضوء هذه العلاقة ما بين التركيب الإنشائي والبروبرتي. تمام؟ لكي يحقق هذه الخواص المرجوة. الاستراكشر أو التركيب الإنشائي. في الحقيقة يوجد 4 مستويات من التركيب الإنشائي يمكن أن نتحدث عنها. على مستوى سب أتوميك وهي العلاقة ما بين الإلكترونز والنيكولاي اللي هي عبارة عن يوجد بداخلها البروتونز والنيوترونز. أي أننا نتحدث عن علاقة الإلكترونات والنيكولاي أو النواة الداخلية للذرة، يعني نتحدث عن التركيب الذري المسمى في هذه الحالة سب أتوميك، ده المقصود به. يبقى لما أتكلم عن الاستراكشر بتاع سب أتوميك يبقى المقصود به علاقة الإلكترونات والنواة، يعني بتكلم على تركيب الذرة. أما الأتوميك فبيتكلم عن الأورجانيزيشن أوف أتومز أور مولكيولز، بمعنى أن هذه الذرات داخل أي مادة لا بد أن يكون هناك روابط تربط ما بين هذه الذرات فيما بينها. أما الميكروسكوب أو الميكروسكوب أو الاستراكشر على مستوى الميكروسكوب فأتحدث عن أن groups of atoms that are normally agglomerated together. أي أن هنا لا يتحدث عن الروابط الذرية فقط، إنما كل مجموعة من هذه الذرات تشكل كريستال ستراكشر خاص بها او يونت سيل خاص بها. اما الماكروسكوب فان الماكروسكوب يتحدث عن الفيوبل وذ ان ايد اي، اي انه يتحدث عن رؤيه ال او الرؤيه بتاع الخاصه بالماتيريال بالعين المجرده ودون مساعده، او في بعض الاحيان يمكن المساعده ولكن بعدسات بسيطه كما لو كانت مثلا تكبير 10 يعتبر أيضا يعتبر رؤية بالعين المجردة.